إذن نؤكد ونعيد على حضراتكم هذا الخبر الذي ورد إلينا، حيث تتم الآن أو تنعقد الآن الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية. قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة. إذن برعاية مصرية انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني والمنعقد في القاهرة برعاية مصرية.